تعرف انك تتلخبط تقول لك ايه في الجنين كان في حاجه اسمها استوموديوم صح افكر ده استوموديوم دي قال لك فيوتشر ستوما استوما دي ماوث ولك التهاب في الماوث يبقى اسمه استوماتايتس ففي ناس تتلخبط تقول لك ايه استوماتايتس غير حاجه اسمها جلوسايتس غير حاجه اسمها كيلايتس ايه الكلام ده بص معايا الماوث في ايه في لبس صح كده مش في لبس مش في التانج وفي الاورال ميكوزا الاورال ميكوزا دي الخد من جوه البالت من فوق الفلور بتاع الماوس دي اسمها اورال ميكوزا ماشي تمام بالك بص انفلاميشن في التانج تبع الماوث بنسميه جلوسايتس اسمه اخواننا ها جلوسايتس كين هايبوجلوسال نيرف بتاع جلوسس تانج طب انفلاميشن في الاورال ميكوزا عموما اسمها ستوماتايتس بس ده يطلق عليه مثلا الخد من جوه اللبس من جوه بتاع دي اسمها ايه ستوماتايتس يعني طب لو التانك ما هي تبع برضه الاستوماتايتس بس حاجه سبيسيفيك او اسمها جلوسايتس عشان تتلخبط ماشي يعني هو التانك تبع الماوس هو فين اصلا في الريكتوم مثلا تمام طيب اللبس ماشي اسمها كيلايتس اسمها هنا كيلايتس برضه تبع الماوس تبع الماوس برضه يبقى في كام نوع من الانفلاميشن في الماوس ثلاثه لبس تانك واورال ايه اورال ميكوز لبس وتانج وايه اورال ميكوز ماشي ممكن تجي ام سي كيو inflammation of lips is ماشي all of the following ماشي considered as inflammatory condition in mouth except يحط لك مثلا ايه colitis glossitis stomatitis كلهم صح اي حاجه ما عدا ذلك ما تعتبرش فينها في الماوث فهمت المنظر طيب ايه انواع الانفلاميشن اللي ممكن يجي في الماوث يقول لك ايه اول حاجه ممكن فانجل ممكن تبقى فايرال ممكن بكتيريال ممكن انون ماشي انا الالتهابات بتاع الماوث دي اللي احنا شفناها دي كلها بقى طنج بقى ومش طنج لبس بتاع اربع انواع ممكن تبقى بكتيريا ممكن تبقى فانجس ممكن تبقى فيروس ممكن ملهاش سبب ممكن ملهاش ايه اي سبب خالص طب نشوف مع بعض كده ماشي ايه البكتيريا دي الفانجل قصدي دي حاجه مشهوره جدا في الناس اللي مناعتهم قليله عيال صغيره قوي ما بتتغذاش كويس ممكن احنا نفسنا ممكن يجي لنا حاجه زي كده فانجل اسمها كانديدا البيكنز اسمها اخوانا ها حاجه اسمها الكانديدا البيكنز او احنا بنسميها ساعات كانديدياسيس اسمها اخوانا ايه كانديدياسيس اسمها كده ده نوع من الفنجاي غبي جدا اسمه كانديدا ايه البيكنز ده بيجي فين لما الواحد بناته بتقل قوي يبدا الفنجس ده ايه ينتشر ويعمل التهابات فين في قلب الايه الاورال ايه اورال ميكوز ياخد الطنج والبلد كله يبهدله ماشي يقول لك طيب بيجي منين ده دورمنت انفكشن ولا ايه لا 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 ده هو نورمال كومنسر عادي جدا يعني هو موجود اصلا فين في الاورال ايه متعايش معانا فين ها في الماوس كافيتي مش مشكله خالص امتى يهاجم الماوس كافيتي المناعه تقل مش كلام يعني احنا في معاهده سلام بيننا وبينه هو ما بيعملش اي مشكله خالص بتاع وايه ومتعايش على الايه على الحاجات الموجوده فين في السلايفا وبتاع والكلام ده مش مشكله خالص يعني المناعه قلت قالك طب ما نخش بقى ايه نغوط بقى محدش بيعمل مشكله تمام يبدا يخترق الايه الاورال ميكوزا ويعمل التهابات العنيفه دي فتلاقي عين الطفل صغير ماشي تيجي تقوم تقول له مش راضي يرضع ده مش راضي ياكل ده ما اعرفش ايه ويصرخ تيجي تحط له الاكل ايه ما يرضاش تمام تيجي تروح للدكتور بتاع الاطفال يقول لك ايه اصل عنده التهابات فطريه فين ايه في بقه ده مناعته قليله جدا عايزين نقوي له الايه المناعه شويه ده اسمها ايه ده هنا بتبقى مؤلمه جدا بتاع دي اسمها ايه كانديدياز اسمها اخواننا ايه كانديدياز شوف شكلها عامل ازاي منظرها ايه شوف المنظر طبعا دي الحاجات اللي هي السيفير قوي يعني تمام كده وفي برضه حاجات زي كده بص شايفين اليوفير عامله ازاي مؤلمه جدا يجي عينيه يبلع حاجه بيقعد يصرخ وحتى في الشخص الكبير تبقى مؤلمه جدا ايه بالنسبه له طب ايه اللي قل مناعه بص يا سيدي اطفال الصغيرين ما اتغذاش كويس بتاع الام ساعات طول النهار مثلا كل اخرها مع العيل مثلا ايه باكو بسكوت إيه والله تلاقي مثلا ايه او ساعات في امهات كده يصحوا الصبح من النوم يصرخوا على في الشارع طبعا الطفل ده لا فيه تغذيه ولا فيه متابعه ولا اي نيله في اي نيله بيبقى عندهم حاجات زي كده برولونجد انتيبيوتيك ثيرابي ده بيقلل المناعه ماشي في بالانس في الايه بين البكتيريا النافعه والايه والجسم بتاعنا ده بتقتل البكتيريا النافعه دي ماشي فمين اللي بيزيد الفانجل ايه الفانجل انفكشن برولونج بيقلل المناعه بتاعتنا برضو يعني المضاد الحيوي لفترات طويله ده خطر جدا مش كويس للقولون يعني مثلا ده في ناس بياخد مضاد حيوي يجيله اسهال منين مضاد الحيوي نفسه يا اما حساسيه يا اما بيموت الايه البكتيريا الفلورا فيجي له ايه اسهال بالمنظر ده انفكشنز وكده استرويد ثيرابي الكورتيكوستيرويد بتقلل المناعه ماشي ايه تاني الدايابيتس المناعه بتقل ايه كمان الايدز ماشي في الايدز برضو بيحصل نقص فين في المناعه دي كلها حالات ممكن يحصل فيها نقص المناعه وممكن تؤدي لايه الى كانديدياسيس طيب يبقى الاطفال او الكبار
اطفال ماشي مال نيوتريشن الحاجات دي كلها ممكن تؤدي لنقص المناعه. ايه اللي نقص المناعه في الكبار؟ الايدز ينقص المناعه. واحد بياخد كورتيكوستيرويد برولونج انتيبيوتيك ايه انتيبيوتيك ثيرابي تمام كده. طيب وبرده السكر. طب السكر بيقلل المناعه ازاي؟ يعني ازاي الدايبيتس بتقلل المناعه؟ هاي جلوكوز ليفل. بس ده مش السبب، دي حاجه مساعده. السبب بقى دايبيتك. قول له هي كلمه واحده، قول له دايبيتك مايكرو انجيوباثي. ايه ده؟ قال لك بيحصل هايلاين ثيكنينج اوف بلاد فيسلز و بريفنت immigration of white blood cells. مش كان في حاجه اسمها immigration صح كده؟ لما بيحصل مثلا في irritant بيخش في الجسم بيحصل حاجه اسمها ايه immigration. قال لك في السكر بيترسب هايلاين ماتيريال في جدران الايه البلاد فيسل، فبتخرجش الليكوسايتس، ما تعرفش ايه تخرج. فالجلوكوز عالي البكتيريا بتخش. ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها والاكل ده كله؟ ماشي كلام. مفيش او فيش شرطه موجوده ماشي، اسمها دايابيتك مايكرو انجيوباثي. الفيري سمول بلاد فيسلز الارتريولز والكابيلاريز دي كلها بيحصل ايه ثيكنينج فين؟ في الجدران بتاعتها. فتيجي مثلا بكتيريا تدخل، مين عايز يخرج لها؟ البوليمورف ماشي، ما عادش عارفه تخرج ماشي كلام. ليه؟ جدران الفيسل ايه تخنت. شفت المنظر عامل ازاي؟ فده من اسوء الحاجات ممكن تحصل. جلوكوز عالي جدا، وعلى فكره مش شرط الجلوكوز يكون عالي ماشي، ممكن بكتيريا تخش اصلا والجلوكوز مش عالي اساسا. ده هو الجلوكوز عالي بيساعد بس انتشار الايه البكتيريا. نعم ممكن كمان الجلوكوز مش عالي ولا حاجه وبرده عنده ايه مشكله في نقص الايه المناعه. فهمتوها؟ يبقى هي كلمه تقولها له دايابيتك مايكرو انجيوباثي حضرتك مع كمان ايه هاي جلوكوز ليفل، ده بيزود الطين ايه بقى. فهمتوها؟ طيب عشان كده في الجنجرين ليه في الدايابيتس بتبدا دراي وتكمل ايه مويست، عشان مناعته قليله والجلوكوز عالي في الانسجه. يسالك سؤال بسيط كده، ليه مناعته قليله؟ عشان اقول له عنده دايابيتك مايكرو ايه انجيوباثي. فهمتوها؟ طيب المهم يعني الكلام هينفعكم برضو الكلام ده ان شاء الله في الايه في الدايجستيف باذن الله. برضو كان المفروض اصلا ناخد البنكرياس مع الاندوكراين، يعني كان المفروض يحطوه في كتاب مع، بس هم حاطينه مع الدايجستيف في الاخر خالص، يعني اللي هو الدايبيتس والكلام ده كله. المهم طيب حاجه تانية برضو، ده بالنسبه للكانديدا. ممكن بقى يكون ايه فايرال، دي برضو خلي بالكم اتش اس في او بسميه هيربس. ايه الفايرال انفكشن في اورال كافيتي؟ انيوميريت اتش اس في هيربس سمبلكس فيروس. في نوع بنسميه كوكزاكي فيروس، في حاجه اسمها مامب فيروس، ده خاص بالسليفري جلاند ماشي، وبيأثر برضو على الايه على اسمه المامبس، هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. مهم قوي بتاع ده، خلي بالكم الاتش هيربس هيربس سمبلكس فيروس اسمه ايه هيربس سمبلكس فيروس. الهيربس او الهيربيتك ستوماتايتس مش بريكانسرس، عشان ام سي كيو الهيربيتك ستوماتايتس مش بريكانسرز. عارفين دي عامله ازاي؟ عارف لو كان عندك برد ولا حاجه تلاقي كده ايه في حاجه في فوق حبوب كده طلعت لك فين في جنب الشفه كده، هو ده بكتيريال. دي برده ما فيهاش حاجه برده تي بي، ممكن السيفلس. وفي بقى حاجه ده حاجه كده اسمها فينسنت انجينا ماشي. بص في نوع من البكتيريا اسمه بوريليا فينسنتاي، اسمه خدناها بوريليا فينسنتاي، دي بايوجينيك بكتيريا عنيفه جدا ماشي. البكتيريا دي بتخش في الاورال ميكوزا وتعمل سيفير انفلاماتوري ايه رياكشن، وممكن تعمل خراج عند التونسل كمان، عارفين اللوز تعمل عندها خراج كده. بيسموا الحاله دي فينسنت انجينا. ايه انجينا دي؟ بينفول كونديشن اوف اورال ميكوزا، او عشان يبقى الكلام دقيق شويه سيفير painful condition caused by Borrelia Borrelia vincentii. ده بيحصل في الناس اللي ما بينضفوش بقهم كويس، يعني bad oral hygiene وبتاع، وفي ناس تغسل سنانك تاكل مثلا تمضمض يا اخي ماشي كلام. فالباد اورال هايجين ده بيساعد على نمو الايه البكتيريا دي اللي اسمها ايه البوريليا ايه فينسنتاي تمام كده. دي بتروح عامله انفيجن لمين؟ للاورال ميكوزا، وتعمل حاجه اسمها فينسنت انجينا سيفير انفلاماتوري كونديشن. فين؟ في الاورال ميكوزا تمام. طيب اسمها ايه تاني البكتيريا؟ بوريليا فينسنتاي. طيب دي برضو خلي بالكوا فينسنت ماشي. في بقى الحاجه الشهيره ويمكن معظمنا تعرض لها اسمها الافثس، بيسموها الايه افثس انفلاميشن. فين؟ في الماوس. اسمها افثس ستوماتايتس او افثس السر.
اي امتحانات ده مشهور الموضوع ده. اي توتر بتعدي بيه وبتاع يلاقي ايه يجي لك بقعه بيضه كده، شوف المنظر ده كده، ما اعرفش حد فيكم عدى بيها ولا الحته دي. تيجي مثلا ايه في اللبس او في الشفه من جوه كده، شايف عامل ازاي، حاجه بيضه كده او بالمنظر ده، ماشي. حد فيكم مر بيها دي مشهوره قوي دي، ماشي، وبالذات ايام الامتحانات وبالذات ايام الاستريس والامتحانات دي، اسمها افثس ستوماتايتس، اسمها فنها او افثس السر. يا جماعه بص اسمها كده، اسمها افثس السر او افثس ستوماتايتس او ديسبيبتيك السر، ماشي. ليه اسمع الاسم ده؟ هو الاسم الاشهر اسمها افثس، يعني كلمه افثس دي انون، يعني مش كلام الانون ايه السر، يعني ايه سببها؟ قال لك الانون ما حدش عارف، ممكن تكون ستريس. في ناس تقول لك ايه ممكن جي اي تي ديستربنس، عنده اسهال، عنده امساك بتاع، ممكن اكومبنت بالايه بالالسر، انما السبب مش معروف. طب نعالجها بايه دي؟ ولا حاجه، ما اعرفش، ماشي. ابتدي بس حاجات لوكال وخلاص، تطهرها بس. بصوا هنا اورام الماوس، قال لك استنى استنى بس الاول، قبل ما تعرف الاورام في حاله كده شبه الاورام اسمها ايبوليس، اسمها خلينا ايبوليس. ايه الايبوليس دي؟ ماس لايك ليجن، بتيجي في اللثه، عارفين الجمز، ماشي، تلاقي في كلكعه طلع كده منين؟ ها من الجمز. الكلكعه دي بيسموها ايبوليس، اسمها ايه؟ ايبوليس. دي ورم؟ قالك لا، ده تيومر لايك. يعني لو جالك في ام اس كيو وقال لك ان البوليس از تيومر اوف اورال كافيتي، لا دي تيومر لايك، دي تيومر ايه؟ لايك. الايبوليس دي ايبوليس، ماشي، ماس فين يا اخوانا؟ ها مكانها فين؟ في الجمز، ماشي. ممكن تبقى كده كونجينيتال، مولود بيه، يعني عيل مولود عنده ايه بروليفريشن كده فين؟ في الجمز كده خلاص، فبيسموها ايه؟ كونجينيتال ايه؟ ايبوليس. اسمها تاني ها كونجينيتال ايبوليس. او ممكن تبقى انفلاماتوري، ممكن تبقى ايه؟ انفلاماتوري، نتيجه انفلاميشن فين؟ في الاورام ميكوزا ولا حاجه، او في الجمز يعني. الانفلاماتوري دي ممكن تلاقي الماس دي مليانه فايبرس تيشو، او ممكن تلاقي الماس دي مليانه جاينت سيلز، فبيسموها يا اما تكون فايبرس ايبوليس او جاينت سيل ايه؟ ايبوليس. يبقى كم نوع من الايبوليس؟ اساسي اثنين، هما الاثنين دول انفلاماتوري وكونجينيتال، يا مولود بيها يا طلعت له هو كبير، مش كلام. طب طلعت له هو كبير دي سببها ايه؟ انفلاميشن. طب جواها ايه؟ والله في منها نوعين، في نوع بتلاقي فيه الياف جواها، في نوع بتلاقي فيه ايه؟ جاينت سيلز ايه جواها، يا اما فايبرس يا اما ايه؟ جاينت ايه سيلز، بشكل عام كده اهي شايفينا، دي بيسموها الايه؟ الايبوليس. دي ورم دي؟ لا، في الا مالجننت يا عم، مش ورم يا عم ولا حاجه، ولا فيها كرونيك ريتيشن ولا حاجه خلاص يعني، ماشي، ده عباره عن ماس كده بس، مس دايجنوز انها تكون ايه؟ ممكن تشخص خطا على انها ايه؟ ورم ولا حاجه، ودي مش ورم، فهمتم؟ اسمها ايبوليس، اسمها يا اخوانا ايبوليس بس. في عندنا اشهر اورام الماوث اللي هو ده، اسمه سكويم كارسينوما اوف ماوس. بالمناسبه صحيح، ركزوا كده معايا، بص بناين ومالجننت، صح كده؟ عادي خالص يعني، بناين ومالجننت، ماشي، وممكن لوكالي مالجننت. ده انت بص اتعلم عليه مش كلام، وممكن ايه؟ لوكالي مالجننت. هو لوكالي مالجننت ما تعرفش ولا ايه؟ لوكالي ايه؟ مالجننت، تمام. طب ماشي، بناين، واحده واحده بس كده. طب مين يقول لي بس اللوكالي مالجننت بتوع الماوس مين؟ ممكن في اللبس، صح كده؟ ممكن ايه؟ بيزل سيركارسوما في الحته بتاع اللبس دي، مش كده؟ ايه تاني؟ جدع، هو ده ادامانتينوما، ده بيجي في المندبل اصلا، مش كلام. ممكن حاجه اسمها ايه؟ ادامانتينوما. في تاني في السنان، اميلوبلاستوما، ماشي، ممكن يطلع من الابيثيليوم او كونكتيف تيشو. المالجنت ممكن يطلع من الابيثيليوم او منين؟ من الكونكتيف ايه تيشو. لو هتمشي كلاسيك قوي برايمري والسكندري، بس ده ما هو يعني سكندري وبتاع، ماشي، خليك ابيثيليوم وايه وكونكتيف تيشو. انا بألف، ماشي، انا ما قريتش الكتاب ولا اعرف ايه اللي فيه، انا دلوقتي بعمل ازاي ايه؟ مش مذاكر شويه جنرال ومن الاسماء بتاعته بذاكر بايه بألف من البناين. طب قول له كده، ألف لي كده بناين تيومر من الابيثيليوم، ممكن بابلوما سكويمس، مش اللبس فيها سكويمس سيل بابلوما يا اخوانا، سكويمس سيل بابلوما. كونكتيف تيشو اي حاجه، اي حاجه ازاي؟ مش في فيسلز؟ هيمانجيوما. فايبرس تيشو؟ فايبروما. اللايبوما، اي حاجه، مش ممكن تيجي فينها؟ من الكونكتيف ايه تيشو. الف الف معايا. طيب المالجننت، بص، مش احنا قلنا مثلا فايبروما، قلنا مثلا هيمانجيوما، مش كده برضه؟
مش ده ممكن يبقى مالجننت صح؟ يبقى فايبروساركوما، هيمانجيوساركوما، اي حاجه بقى صح. انما ايه الاهم في كل ده؟ ده مش سكويموس سيل كارسينوما، مش كلام؟ يعني دي كلها اورام ممكن تيجي فين؟ في الماوس. بس مين اشهر ورم في الماوس؟ الكارسينوما بتاع الماوس. ايه الكارسينوما؟ اللي هي سكويموس سيل كارسينوما اوف ايه؟ اوف ماوس. فهمتوا الكلام؟ صعبه؟ طيب بصوا معايا، نبدا كده بالكارسينوما بتاع الماوس. سهله جدا. ايه اللي ممكن يعمل سرطان في الماوس؟ بصوا هنا كده، تدخين ماشي، الخمور، والترا فايلوت راي، في حته نعدتها معلش اسمها بري كانسرس كونديشن اقول لك كمان شويه. يبقى ايه تاني؟ ها سموكينج، بيدخن، خمورجي، وقاعد في الشمس، الترا فايلوت راي. طب الترا فايلوت راي تعمل سرطان في الماوس ازاي؟ الترا فايلوت راي تعمل سرطان في الماوس ازاي؟ في اللبس. في اللبس ايه؟ ايه دي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز ماشي. السيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي ممكن يعمل سرطان فين؟ في الماوث. الهيومن بابيلوما فيروس، ده مهم جدا جدا جدا. طيب 16، طيب كم؟ ها 16. وحاجه اسمها السيفلس ماشي. مين كمان؟ ها السيفلس ممكن يقلب بايه؟ بسرطان. اي مرحله؟ مين اللي قال؟ اي مرحله؟ الجومه. الجومه صح كده، الجوماتس ماشي. ألسر في الايه؟ في التانج، بري كانسرس، بتقلب بايه؟ بكانسر. كده الكلام ده. اصل بص خليكم صحيين، اسمعوا اسمعوا، البرايمري ستيج بتاع السيفلس بتخف صح بدون اي كومبليكيشن، السكندري ستيج بتاع السيفلس بتخف بدون اي ايه كومبليكيشن. يبقى مين اللي بيعمل؟ التيرشري ماشي، الجمع والديفيوز سيفليتك ايه رياكشن، الاثنين ممكن يقلبوا بايه؟ بسرطان. فين؟ في الماوس. يبقى لو اتكلم على سيفلس قصده التيرشري ستيج بتاعت مين؟ بتاع السيفلس. فهمتم؟ لا برايمري ولا ايه ولا سكندري. يبقى ما تنسوش دي انهي مرحله قلنا؟ انهي مرحله؟ تيرشري. بص اي حاجه فيها كومبليكيشن التيرشري على طول ماشي تمام. لا برايمري فيها كومبليكيشن ولا سكندري فيها ايه كومبليكيشن، وانت مغمض كده التيرشري. ونقي بقى جوما بقى ديفيوز رياكشن، بس هو من هنا التيرشري. طيب جروس بيكتشر بتاع الكارسينوما، 1 2 3 اوصف معايا دي اسمها ايه؟ فانجيتنج ماس، مالجننت ألسر، او انفلتريتنج ماس. بس الانفلتريتنج دي لو في التانج، يعني عارف التانج عامل ازاي؟ شايف منظره؟ لو جت في التانج بتبقى عامله ايه؟ ها انفلتريشن كده. طب ممكن تانج تعمل فانجيتنج؟ ممكن تعمل فانجيتنج عادي اهي، ايه المشكله يعني؟ ممكن تعمل لجنه اثر في التانج؟ اه عادي جدا ممكن تعمل اثر في التانج اهي برضو ماشي. يعني التانج ده بياخد الاشكال كلها، ممكن ياخد الفانجيتنج ماس والمالجننت اثر والايه والانيرال ماس. طب في اللبس مثلا يعني فانجيتنج ومالجننت اثر، التانج ياخد كله فانجيتنج مالجننت وانفلتريتنج ايه ماس. وانيولار، انيولار ايه؟ انيولار دي حاجه اسمها صوره مش كلام. عارفين حاجه اسمها اليومنال اورجان دي؟ انتستين مثلا، برونكوس بتاع، هي دي تبقى انيولار يعني. انما الاشكال هنا هم فانجيتنج وايه ها ومالجننت ألسر وهارد جريش انفلتريتنج ايه انفلتريتنج ماس. طيب مايكروسكوبيكالي سكويموس سيل كارسينوما، سكويموس ايه اسمها كده؟ سكويموس سيل كار ايه كارسينوما. الاورال ميكوزا واللبس كلها عباره عن ايه؟ سكويموس ايه ابيثيليوم. بس يعني بيقول لك هي فيها جريدن كل حاجه، ممكن ويل مودريت ان بور ديفرانشيتد ان ديفرانشيتد، بس كومون اللي بتبقى مودريت لايه ديفرانشيتد ماشي. طيب والسبريد لوكال وبلاد وايه والليمفاتيك، بس الايرلي ايه كارسينوما، ايرلي ليمف ليت ايه ليت بلاد. يعني بصوا هي كارسينوما عادي. برضه عايز اقول لكم نصيحه لوجه الله ماشي. احنا دلوقتي في الجي اي تي صح كده؟ بصوا الجي اي تي نص اورام، نص اورام معايا. فراجعوا كده فاكرين جدول الكارسينوما والساركوما، الجدول بتاع الكارسينوما والساركوما والحته بتاع السكويموس سيل كارسينوما والادينو كارسينوما، عارف الحته دي؟ راجعوا كويس يعني. بص هكتب لكم كده شويه عناوين تراجعوها، هتفرق معاكم كتير جدا في سيستميك. بص اكتبوا معايا كده اللي هي الكارسينوما والساركوما، الفرق بينهم الكارسينوما اوف جلاندولار ابيثيليوم، فاكرينهم دول اللي هي بقى ادينو كارسينوما مش عارف ميكويد كارسينوما الكارسينوما السيمبلكس والسكيرس والميدولاري عشان خاطر ماشي، والسكويموس سيل كارسينوما ماشي. ذكر دول خلاص ذكروا. بص هتلاقي سيستمك بقى حلو، الاورام بقت جميله جدا معاك، هتلاقي بتالف ماشي. ده كارسينوما يبقى اختار بقى الاشكال، فانجيتنج ماس مالجننت ألسر، وشوف الايه الاورجان ممكن يجي مع ايه معايا. طب الابيثيل الميكروسكوب بتاعه شوفوا ايه نوع الخلايا اللي موجوده فيه، سكويموس يبقى سكويموس، سكويموس ايه كارسينوما، في جلاندي بقى ادينو بقى مدلري، اي مصيبه منين من التانيين دول. فهمتم؟
ذكروا الحاجات دي الله يخليكم من النيوبليزيا. منين؟ طبعا دي مش موجوده في النيوبليزيا، دي موجوده مع السكن، مش الناس كلها تصير ايه كارسينوما. فذكروا ثلاث حاجات دول، الكارسينوما والساركوما الفرق بينهم، الكارسينوما بتاع الجنادر والابيثيليوم، والسكويما تصير ايه كارسينوما. بصوا يا شباب، نعم عايزين حاجه؟ طب بصوا هنا حطيتها فين بالمناسبه، بصوا هنا كده كانسر اوف جي اي تي، ماشي، كانسر في الجي اي تي كومن في الرجاله فوق 40 سنه، ماشي احفظها كده. كانسر لبس جي اي تي الرجاله فوق 40 سنه، مين اللي بيدخن وبيشرب خمره وسيكشوال ترانسميتد الرجاله بالكلام، مين اكتر من كام؟ ها من 40 سنه، مش قصدي بس انا يعني ايه كوم كده. كانسر كولون كومن فين؟ رجاله فوق 40 سنه. كانسر استومك كومن فين؟ رجاله فوق 40 سنه وش كده. طب كانسر ثايرويد، الثايرويد كلها في ميل مش كلام، في ميل من كام لكام؟ ها من 30 ل 50 سنه. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ ده الرينج بتاعها يعني. في حاجات نادره قوي ممكن تبقى في 15 بس هم كومن فين؟ ها في الستات في الثايرويد، ستات من 30 ل 50. جي اي تي رجاله فوق، كانسر في التانج رجاله فوق 40 سنه. ده كاتب 50، هي 50 دي فوق كام؟ قول له حاجه، قول له الرجاله افتر بيرث خلاص كده كام كده بس بقى. ايه 10 20 30 40 50 60 70 خلاص بقى، مش افتر بيرث لا بس مش حد يعني فوق كام؟ ها فوق 40 سنه. حلو كده. الحاجات دي بنقابلها في حياتنا على فكره، ماشي، بنشوفها وكتير مش حاجه قليله يعني. ايه الحاجات اللي بتشوفها في بق واحد معين مثلا تعرف ان ممكن مقدم على كانسر مش كلام؟ ولا ممكن كان بناين تيومر وقلب مالجننت زي ايه مثلا؟ سكويموس البابيلوما، ماشي يا عم ماشي غير دي، ماشي يعني هو طلع له بناين تيومر وهيقلب ايه مالجننت، ما انت شايف ورم خلاص كده، انت اصلا ممكن يكون مالجننت اصلا من البدايه. المهم يعني غير الاورام، في حاجات او ليجنز معينه كانت بتظهر في الماوس كافيتي خطر جدا اسمها بري كانسرس ليجنز في الماوس ايه كافيتي. ايه البري كانسرس ليجنز دول؟ ليوكوبليكيا، هيري ليوكوبليكيا، واريثروبليكيا. ايه تاني؟ ها ليوكوبليكيا، يعني كلمة ليوكو أبيض، بليكيا بليت اسمها يا اخوانها ليوكو بليكيا، ودي نتيجة تدخين وطقم سنان، التدخين وطقم السنان اللي مش متثبت كويس. طبعا يعني ايه طقم سنان مش متثبت كويس؟ دي التدخين طبعا ده مشهور جدا بيعمل إيريتيشن للأورال ميكوزا وبيعمل وايت بليك، سفرك عليه دلوقتي. طقم السنان ده عين ايه مش فيه ايه ايه بيقولك ايه باد فيتنج دينشر، ايه ده؟ طقم اسنان مش متثبت كويس. هو بيتثبت؟ لا، الطقم اللي بيتشال وتحط ده عارفينه، مش عارف تلاقي ايه راجل كبير في السن كده او ست كبيره مثلا في السن شال طقم اسنان كده ايه بالليل وهي نايمه، وبعدين ايه ما ينفعش تنام بيه، ممكن يخش في زورها، ما ينفعش طبعا، ماشي تمام. طيب فده بيعمل ايه؟ الطقم ده المفروض في الجماعه بتوع الاسنان على المقاس بالظبط على اللثه مش كلام، ما يتحركش ماشي. فلو الطقم مش واسع شويه على اللثه بيحك فيه اسنان اكل الكلام ده كله، فيعمل كرونيك ايه اريتيشن وممكن يعمل ليكوبليك. فعشان كده موضوع ان طقم السنان ده مبقاش متثبت كويس خطر جدا. ليه؟ بيحتك بالايه؟ باللثه، مش متثبت عليها كويس، فممكن يعمل حاجه اسمها ايه؟ ليوكوبليكيا، وتروح قلبه بايه؟ قلبه بكانسر. شكلها الليوكوبليكيا دي وايت بليكس بالمنظر ده، بص عامله زي ما زرها كده، حاجات بيضه كده في الطنج بالجنب بالمنظر ده. اول ما تلاقي حد مثلا سموكر وعنده المنظر ده دي بريكانسرس وش، ماشي، دي بريكانسرس ملهاش حل تمام. فلو انت مثلا واحد صاحبك مدخن ولا بتاع او انت يهمك امره يعني، او واحد مثلا ايه معرفتك ولا بتاعه يهمك امره، بص على بقه الاول، الطنج الايه الاورال ميكوزا من جوه كده وبتاع ماشي. لو لقيت حاجه بيضه كده من جوه، لو هو هيفي سموكر يعني ممكن يجيله ايه، ممكن تقلب كانسر. تشيلها له دي يبقى انت انقذته فعلا يعني، يبقى انت عملت له جميله جامده قوي قوي يعني خلاص. طيب يبقى اللي احنا بنشوفه ده ليوكوبليكيا، ده وايت بليكس، وايت بليكس بيحصل فيها هايبر كيراتوزيس وفيها ديسبلاستيك ايه تشينج، ديسبلاستيك تشينج ماشي، مش كانسر ده، بري ايه بري كانسر، دي حاله من الديسبليزيا. سببها ها طقم اسنان مش متثبت كويس وتدخين خلاص. طيب بصوا الحته الثانيه دي اسمها ايه؟ ايه اللي عمل ليوكوبليكيا؟ تدخين، طقم اسنان مش متثبت كويس، صح كده. في بقى حاجه اسمها هيري ليوكوبليكيا، دي فايرال، دي ها فايرال ماشي، دي بتيجي من الاتش اي. بص الابشتاين بار فايروس بيعملها في الناس اللي عندهم ايدز،
دي مين اللي بيعملها؟ الابشتاين بار فيروس في الناس اللي عندهم ايدز. طب اللي ما عندهمش ايدز مش هيعمل حاجه ولا اي حاجه خالص يعني، ماشي تمام. يعني هو ده ايه، واحد مناطق قليله جدا، فالفيروس ده بيعملها هيري ليوكوبليكيا. يعني ايه بقى هيري ليوكوبليكيا؟ فانت اوتوماتيكو ايه وايت بليكس وبتاع ونفس الكلام وهايبر، هي فعلا هايبر كيراتوزيس ووايت بليكس وكل حاجه نفس الثاني بالظبط، بس السبب هنا فيروس ماشي. طلعت ايه ويز هير؟ لا مش ويز هير ولا حاجه يا عم كده المنظر ده. ايه ده؟ قال لك بيطلع منها بروجكشنز زي الهير الكلام، يعني هي البليك نفسه طالع منه كده ايه بروزات كده عامله شبه الايه زي الشعر كده، بس منظرها زي كده دي 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 دي، عشان كده سموها ايه ها هير ليكوبليك. شعر اللي يجي منين في الماوس؟ يعني واحد طلع في الطنجه يجي شعر منين؟ هو في فوليكلز اصلا هنا فهمتم؟ فكلمه هيري دي يعني اكن طلع لها ايه شعر يعني. وصلت يا اخوانا؟ ريثروبليك بقى ماشي. ريثرو يعني ريد ماشي، ريثرو يعني ريد مش كلام تمام كده. اريثروسايت لا اريثرو يعني ها ريد كولر، ريد بليكس ريد ايه ها ريدش بليكس. اريثروبليكيا ده برضو نتيجه الكرونيك اريتيشن، ممكن برضو على فكره من السموكينج برضو، او ممكن منين؟ من الايه من طعم الاسنان اللي بايظ ده. يعمل حاجه تانية بقى، يعمل بليكس بري كانسرس بس معناهاش كراتين، معناهاش ايه كراتين ماشي، بيسموها ايه اريثروبليكيا. نفس الاسباب بتاعت مين؟ بتاعت الليكوبليكيا مش كلام، بس هنا مفيش ايه without كيراتين فورميشن، ما بيتكونش عليها ايه كيراتين، فتلاقي شكل عامل كده بصوا اهي نفس المنظر، تلاقي بقى حمراء كده، بس دي طبعا اقل ندره من او يعني اكثر ندره يعني نادره عن مين؟ عن موضوع الليكو ايه ليكوبليكيا ده، تلاقي بقى حمراء كده او ساعات بتبقى ايه قويه جدا. بص المنظر عامل ازاي، شايفين الشكل ده؟ تبقى ايه هنا ريد باتش كده موجوده كده، بس دي بري كانسرس، دي برضو ايه بري كانسرس. فهمتوا يا شباب؟ ماشي. طيب اخوانا ايه الفرق بين ليوكوبليكيا واريثروبليكيا؟ اسمعوا، الليوكوبليكيا بريكانسرس والاريثروبليكيا بريكانسرس. نكتب برضو كده هنا عشان ايه نخلص. ليوكو بليكيا اريثرو بليكيا ماشي، هنا وايت بليكس ريد بليكس ماشي، فيها هايبر كيراتوزس ماشي، هنا نو كيراتين ماشي، والاثنين بسببهم كرونيك ريتيشن، والاثنين بري كانسرس. طب ايه الفرق بين الليكوبليكيا والهيري ليكوبليكيا؟ الليكوبليكيا بتبقى نتيجة كورونيك اريتيشن، والهيري فيرال ايه انفكشن، والهيري فيها شكل بيميزها ان فيها ايه فيها بروجكشن كده شبه ايه سيميلر تو ايه تو هير، واي حاله من الثلاثه بري ايه بري كانسرس. يبقى المفروض كده برضو عندك في كتاب لما يكتب الكارسينوم بتاع الماوث يكتب ايه في البريدسبوزنج فاكتور الحاجات دي صح كده، اريثروبليكيا ممكن تقلب بكانسر، ليوكوبليكيا ممكن تقلب بكانسر، الهيري ليوكوبليكيا برضو ممكن تقلب بايه تقلب بكانسر صح كده، البري كانسرس كونديشن بتاع الاورال كافيتي ممكن تعمل ايه كلها برضو سكويموس سير كارسينوما فين في الماوس ماشي. يعني ممكن تزودوا كده في معلش في الكارسينوم بتاع الماوس من ضمن البريدسبوزنج فاكتور البري كانسرس كونديشنز اللي هي ليوكوبليكيا اريثروبليكيا والهيري ايه ليوكوبليكيا. بصوا بصوا هنا كده، بصوا في الحته دي مش انت عندكم في الكارسينوم بتاع الماوس المنظر ده؟ بص في سموكينج الكحول فايرال وبتاع صح كده، زود معاك كمان زائد البري كانسرس كونديشنز او ليجنز اللي هم ايه بقى ليوكو ليكيا والهيري ليوكوبليكيا والاريثروبليكيا ماشي. هو ممكن عملها ازاي؟ قال لك اسمه احنا قلنا سموكينج وبتاع والكحول، الموضوع هيعملوا بقى ليوكوبليكيا وبعدين ماشي، بس بقى يعني خلاص يعني مش شرط برضو السموكينج. بص بص يا شباب بصوا والله الالسر دي انواع، هي ممكن تكون تروماتيك السر اسمها تروماتيك السر. ايه تروماتيك السر دي؟ سنين ماشي، سنه حشو بايظ او مكسور ماشي كلام، يعني مثلا واحد كان عامل حشو في درس ولا حاجه والدرس ده الحشو وقع، فتلاقي حرف الدرس حامي جدا
فيروح معور الايه؟ معور اللسان، ماشي؟ فدي بيسموها دنتال ألسر، او ليها اسم تاني اسمها تروماتيك. تروماتيك ايه؟ ألسر. تتوقع التروماتيك دي تكون فين؟ ماشي؟ في نص الطنج ولا في الطرف؟ في الطرف. طب فين بالظبط؟ جنب السنه المكسوره، صح كده؟ يبقى دي تروماتيك ألسر على طرف اللسان كلوز للبروكن ايه؟ توث، مش كده برضه يا اخوانا؟ دي اسمها ايه؟ دنتال او تروماتيك ايه؟ ألسر. ماشي؟ بتبقى ات ايدج حاجه زي كده، بص عامله ازاي؟ اهي دي. ده في الطرف كده جنب السنه الايه؟ المكسوره، اسمها دنتال ألسر. اسمها يا اخوانا ها؟ دنتال ايه؟ دنتال ألسر. ادي منظر. او تروماتيك تانج ايه؟ ألسر، دي اسمها كده. او بلاش انت مثلا ايه قعدت واحد مثلا مش عارف بتاكل ايه بعنف شويه تمام ده بتحصل يعني صح مش كده ممكن يعني وساعات مثلا وعلى فكره الافطس عشان عارفين يعني الافطس ألسر ممكن تيجي نيجي تروما يعني بص هي الافطس دي الفكره الانون دي ناس تقول لك هي ممكن هي ممكن تكون ستريس دي طبعا ده مشهوره جدا بتاع الستريس دي ممكن تكون جي اي تي ديستربنس يعني مصاحبه مع جي اي تي ديستربنس الميكانيزم ما نعرفش بس بتلاقي واحد مثلا ده على طول مثلا عنده ايه انتفاخات في القولون وامساكه بتاعه وعنده الدنتال ايه الافصص ألسر دي او ممكن تبقى تروما يعني انت مثلا ايه بتاكل وانت بتاكل رحت عضد ايه خدك من جوه ماشي خلاص العضه المفروض انها تخف تروح قلب افطس تقلب بايه بافطس ايه ألسر فدي برده ايه من ضمن اسباب الايه الافطس برده ماشي مهم يبقى اول نوع من القرح اللي هي الدنتال في طرف الايه التانج وكلوز للشارب ايه توت دي النوع الثاني اهي فاكرينها مين دي الافطس ممكن تيجي في الطنج ده كمان صح كده وحتى بتبقى مؤلمه جدا مش عارف اصلا تاكل يعني الطنج مش عارف تحركه وتقلب بيه الايه الاكل الاساسي بتبقى فيري ايه بينفول يعني الافطس دي بتبقى سمو ان يبقى انون وسمول وبينفول بتيجي بقى في طرف اللسان بتيجي على الدورسم بتاعه اي مكان فين ها في الطنج دي الافطس ايه ألسر الصغننه دي شايفينها عامله ازاي طبعا بص على فكره مش انت اللي هتحدد نوع الألسر يعني تيجي تبص يعني القرح تقريبا شكلها بعضها صح كده الجماعه بتوع الجلديه والجهاز والدكاتره يعني المتخصصين بالكلام ده هو اللي يحدد اذا كان دي ايه دنتال ولا كذا ولا كذا ولا كذا ماشي بس يعني دنتال ألسر ما في سنه مكسوره جنبها قرحه خلاص يبقى هي دي معايا الافطس دي مشهوره اللي هو متعود ان يجي له افطس ألسر دي يبقى عارف شكلها عامل ازاي والالم بتاعها مجربه قبل كده فعارف ان دي الافطس ايه ألسر فهمتم حاجه ثانيه تي بي ايه اللي جيب تي بي ألسر في الطنج تي بي ألسر واحد عنده بالمونري تي بي مش كلام الانفكتد سبيوتم الانفكتد ايه سبيوتم ده الملوث ده فيعمل قرحه فين على الدورسم بتاع الطنج ناحيه التب كده ماشي هو ده بالظبط اللي بيحصل ماشي هي دي من دي هنا اسمها انفكتد سبيوتم بتيجي على التب ناحيه الدورسم كده بالمنظر ده وتبقى ليها اندر مايند ايدج والفلور في كيزيس ماتيريال نفس الايه المنظر بتاع التي بي ألسر السيفلس الثلاث مراحل فيهم قرح البرايمري ستيج في شانكر السكندري ستيج سنيل تراك ألسر التيرشر ستيج جوميتاس ألسر اهم في السيفلس ممكن تكون شانكر برايمري سنيل تراك اللي هي عامله زي الايه زي الممر بتاع القوقع كده مش كلام في السكندري او جوما وحصل لها ايه ها ألسريش في التيرشري ستيج يعني الطنج بيبقى فيه قرح في الثلاث مراحل بتوع مين بتوع السيفلس ماشي بس مين المرحله الدائمه معاه التيرشري يعني الشانكر هتخف ماشي السنيل تراك ألسر هتخف برضو ماشي وبس مين اللي هتفضل موجوده وممكن تقلب سرطانات وبلاوي زرقاء اللي هي بتاعت التيرشري ايه بتاعت التيرشري ستيج ماشي يبقى عندنا كده ادي الثلاث ايه قرح شانكر سنيل تراك ألسر وجوميتاس ايه جوميتاس ألسر الشانكر والسنيل تراك ألسر والجوميتاس ألسر ماشي دول السيفيليتك تانج ألسر برايمري سكندري تيرشري خلاص ايه تاني اخر واحده من فضل واحده مالجننت ايه المالجننت ألسر دي عادي خالص اهي بتبقى عامله كده فاكرها تانج اهو طالما من قرحه بالشكل ده بيبقى ايه inverted edge necrotic floor fixed to underlying وindurated base بالمنظر ده بصوا تاني اكتبوا جنبها كده اكتبوا جنب المالجننت ألسر ايه الكاركتر بتاعتها بتبقى ليها عامله كده اول عشان ارسمها لكم اهي raised inverted edge necrotic floor
fixed to underlying in durated base. Raised بارز عن السيرفس. الايدج مقلوبه لبره. Inverted edge. الفلور ده فيه نيكروزس ومكلبشه في اللي تحتها. Fixed to under ايه؟ lying. ودي تمسكها يحصل تلاقي ايه؟ الارضيه بتاعتها جامده جدا. Indurated ايه؟ base. اخوانا ايه اللي يعمل Indurated base؟ ما معنى كلمه Indurated base عشان اقابلها في الجاية الكلمه دي؟ الIndurated base حاجتين. معناها ماشي هارد بيز. ماشي اسمها كده معناها كده هارد بيز. ماشي حاجتين مالجنانت سيلز وفايبروز. يعني نيجي مثلا اقول لكم حاجه هناخد مثلا بيبتيك ألسر قرحه المعده ماشي في الجي اي تي قرحه المعده في البيز بتاعتها في فايبروز سيفير فايبروز في القرحه القديمه شويه ماشي او الكرونيك ألسر يعني بتبقى عنيفه قوي معايا في انديوريتد بيز مش كده في المالجنانت ألسر بتاع في المالجنانت ألسر بتاع في انديوريتد بيز برضه صح كده يبقى ايه سبب الانديوريشن هنا وهنا الارضيه الجامده دي هنا فايبروزس في الناحيه الثانيه ايه ها مالجنانت ألسر فهمتوا المنظر